بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا على باب التوبة في البحر الرائق في الزهد والرقائق. وقبل أن نتكلم عن التوبة، بندعو الشيخ الأزهر إلى التوبة والرجوع عما قاله وأمر به. فقد كان ينبغي أن تكون هذه الحملة، يعني من الشيخ الأزهر، يعني ليست على الحجاب والنقاب، ولكن تكون الحملة على المتبرجات وعلى العري والعهر والسفور والتبرج والمخلفات التي تملأ الأرض والسماوات. كان ينبغي يعني عليه يعني أن يتقي الله عز وجل، وألا يؤثر العاجلة على الآجلة، خوفا على المنصب وعلى الجاه وعلى المنزلة عند أهل الدنيا. ونذكره بقول الله عز وجل: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فمش هيأتي يوم القيامة شيخ أزهر، هيأتي فرد كسائر الأفراد، لا ينفعه إلا طاعته لله عز وجل وطاعته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فما حدث يعني من شيخ الأزهر لا شك يعني أنه خلاف الشرع وخلاف الذوق وخلاف الإنسانية وخلاف الرحمة، أنه هو يأتي إلى يعني طفلة يعني ثانية إعدادي يعني 13 سنة أو 14 سنة، يعني طفلة صغيرة تتقي الله عز وجل لعلها من بيت يعني ملتزم متدين، كان ينبغي أن تلفت نظره وأن يشجعها وأن يقول لها كلمة طيبة تثبتها على الطريق، لا يجرح شعورها ولا يقول لها كلاما لا يقوله يعني عوام الناس بل فساق الناس. يعني لعل الإنسان لا يكون عنده دين، ولكن يكون عنده رحمة، عنده مروءة، عنده إنسانية كما يقولون. ولكن ما حدث منه ليس من الشرع وليس يعني من الذوق وليس حتى من الإنسانية التي ينادون يعني بها. فكان ينبغي أن تكون هناك حملة على التبرج، ويقود هذه الحملة الشيخ الأزهر، لا تكون الحملة يعني حماية للحجاب وتكون هذه الحملة ضد شيخ الأزهر. فكان ينبغي أول من يثور عند انتهاك حرمات الله وأول من يغضب لله شيخ الأزهر باعتباره شخصية دينية، أكبر يعني شخصية دينية في البلد، منزلته منزلة رئيس الوزراء. فما كان ينبغي أن يصدر منه المصدر، وهو عندما أراد أن يعتذر زاد الطين بلة كما يقولون، قال إنها نرفزتني. نقول له كيف تكون أنت قد جد أبيها كما تزعم وتنرفزك طفلة صغيرة، مع أن الطفلة ما تكلمت، هي المدرسة تدافع عنها وتقول له يعني إنها ما كانت ترتدي النقاب في داخل الفصل ولكن ارتدته لما دخلت أنت ومن معك. ولكن هو شيء يعني في النفس وموالاة لأعداء الله، تنفيذ لمخططات أعداء الإسلام يعني في ديار الإسلام، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك من شيخ الأزهر. ثم يخرج يعني على بعض القنوات الفضائية شيخ أزهري يعتذر عنه أيضا بالكذب، الكذب والزور،
ويزعم بأن شيخ الأزهر يعني ما اعترض على النقاب ولكن اعترض على أنها ترتدي النقاب يعني في مدرسة طالبات وفي بنات وفي وسط البنات، ولكن هذا خلاف ما يعلمه، ولكنه تمويه وتلبيس وتدليس. يعني أن هي المدرسة قالت هي ما كانت ترتدي النقاب ولكن ارتدته لما دخل هو من معه من الرجال فارتدت النقاب. ثم يقول هو رجع عن ذلك، وما رجع، ما صرح بأنه رجع ولا أعلن بأنه رجع، بل قالوا بأن أمر نفذ فورا، فكأن الأمر يعني تبييت ومطاء وموالاة ومعاداة للإسلام يعني بين الأزهر وبين أعداء الإسلام. وللأسف الأزهر والمفتي أيضا يقول هذا الكلام، يقول بأن النقاب هو عادة يعني كانت موجودة عند العرب وأقرها الإسلام، ومن ترتدي النقاب يعني الشيء في نفسها يعني بنية التدين أو التقرب إلى الله فهو بدعة منكرة. فهذا كلام المفتي يعني تشابهت قلوبهم، فالمفتي زي الشيخ الأزهر. فللأسف الأزهر والأوقاف وللأسف المفتي يعني يشنون حرب على الإسلام، فمن للإسلام وأهله. هذه وقفة. الوقفة الثانية بنحيي الإخوة يعني في الضفة الغربية وفي فلسطين لأنهم انتفضوا انتفاضة اليوم سموه يوم الغضب، وأغلقوا المتاجر وخرجوا في الشوارع يعني يواجهون اليهود بالحجارة، واليهود يفرون يعني أمامهم هم مدججون بالسلاح. ويبدو أن هذه الانتفاضة أرعبت اليهود فقالوا أن خف الحصار عن المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة. فيبدو أن اليهود يقومون بعمل أشياء استفزازية حتى ينظروا هل الأمة الإسلامية ما زالت فيها حياة، فإذا وجدوا من يتكلم ومن يتحرك ومن ينهض فيحجمون، فحتى يتأكدوا أنها ماتت تماما. والحمد لله في بقية، وإن كان حكام المسلمين يعني لا يتكلمون، يعني لو تكلمت الحجارة جدران يعني لا يتكلمون يعني هم. فهذا الصمت الرهيب وهذه السلبية يعني متى ينهض المسلم يعني إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، يعني إذا يعني كنا لا نتحرك وهم يهددون بدخول الأقصى وإقامة شعائر في الأقصى وتدنيس الأقصى، فمتى نتحرك؟ هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة يعني انتصارات يعني مع الجراح الموجودة في الداخل ومع الألام التي يعانيها المسلمين في كثير يعني من البلاد، فبشائر النصر في أفغانستان. يعني حتى الرئيس الأركاني الأمريكي يقول يعني إذا هزمت أمريكا وحلف الأطلنطي فهذا يعني في قوة للقاعدة، والقاعدة ستقوى وطالبان ستقوى. ف يعني مع أن التصاعد التي تأتي والأخبار التي تأتي يعني ليست يعني لا تكون فيها الحقائق كاملة، ولكن على وجوههم الهزيمة، فهم يبدو أنهم يعني عن قريب سوف يرحلون ويجرون أذيال الخزي والهزيمة كما جرت روسيا والاتحاد السوفيتي قبل ذلك، يعني أذيال الخزي والهزيمة يعني من أفغانستان، وكان هذا سبب تفتيت الاتحاد السوفيتي. فنسأل الله تعالى أن يكون هذا أيضا سببا لانحصار أمريكا وتفتت الولايات الأمريكية وكذلك أوروبا الغربية الكافرة. فالإسلام قادم قادم، وهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فمن حارب الله فهو محروب، سواء كان فرد أو أمة أو جماعة أو شعب، لأن الله جل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاللي يحارب ربنا لا يمكن أن ينتصر، فهو قد يعلو في وقت من الأوقات كما يعلو الزبد والرغوة على سطح الماء، ولكن النهاية والعاقبة للمتقين، وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لابد أن تكون الدولة والجولة للمؤمنين يعني في النهاية في الدنيا والآخرة.